ويصاوب لنا السوق بما فيه واحد لو سياج واحد الكرياج يكون اون فاسي بدا يشوف شي لشي وتكون واحد يكون له واحد تروا سياج واحد ثلاثه ديال سياج باش اللي خدم حتى العشيه ان شاء الله يمشي المحل ديالو يتسدوا هذوك لي سياج البيبان غادي يتسجلوا يكون واحد الباب من لهيه ويكون واحد الباب من جهه مول من هكا جهه تيتو خمال ديك الجهه ويكون واحد الباب جهه عنيط براء وعنيط. واولا كنجيو مع الصباح كنغسلوهم مزيان وكنكرطوهم بالمقده كندون كرطوهم بالمقده باش تكون نقيه وهذا كندهنوه لهم الشحمه يختاروا لي شي مكان مناسب ويديروا لي السور ويبنيوه ويغطيوه بالباب وغادي يديروا سيدي يدخلوا الماء لداخل وغادي يديروا سيدي واحد اربعه المراحيض وشي مسجد يكون صغير. كنجيب الماء باش نغسل به الدويرات ديالي ونقيهم لان ما حنا هما المسؤولين. اولا اللي درتي راه عجبنا الحال مزيان مزيان هذاك السيد هو اللي دار هذاك الشيء الله يعمر هذا. السلام عليكم اخوان، كما تشاهدوا اليوم مشينا السوق ديال تكزيرت كما شفتوا في المقدمه والناس ديال الجزائر صراحه تيتشكاو من السوق ديال تكزيرت، يعني بغاو شي سوق يعني نموذجي يعني كما في البلايص الجوار بحال كمثال نهضروا على سوق اغرم العلام. صراحه في المستوى سوق انا كنعتبره من احسن الاسواق. هذا الفيديو بالضبط ما غاديش نهضر عليه بزاف، غنخليكم نتوما اللي تفرجوا فيه وانتوما اللي تعطيونا الاراء ديالكم في التعاليق واشنو اللي تيبان لكم مزيان واشنو اللي ما مزيانش واشنو اللي عجبكم في السوق واشنو اللي ما عجبكمش في السوق. يلا فرجه ممتعه. سير على الله سير الله حمزه سير ابراهيم ابراهيم اليوم دار رهيب سير ديالي الله يربحو الله يعشيك صافي اللحم زين عندكم هذا ايوا صافي انا كلشي رباح الحمد لله داكشي اللي كاين. السلام عليكم سي عبد الكريم لاباس تحياتي بخير هانيه المهم تشرفنا بالحضور ديالك وديما ديما المجيء ديالك للسوق الاسبوعي ديال تكزيرت منيول عبد العزيز. اولا منيول عبد العزيز رئيس وامين الجزائن بجماعه وقياده تكزيرت. المهم اولا وقبل كل شيء تكزيرت راه معروفه، تكزيرت حاليا الجوده فيها ديال اللحوم الحمراء اللحوم بما فيها الماعز وبما فيها الغلمي واخا قليل لحد الساعه كاينين جوج جزارات ثلاثه جزار اللي كيذبحوا الغلمي. البهائم غاليين، اولا البهائم غاليين على الصعيد الوطني لا من الاعلاف لا من الكسيبه ولاو الكسابه ما كيعلفوش ولاو ما كيشدوش البهائم اللي خوان من الكوريك ما تيبقاش. الا ان ما راك تشوف السوق الاسبوعي هو هذا، ولكن غير خاصو شويه ديال التنظيم وخاصو شويه ديال الاعاده باش اللحوم تكون مقننه. اولا اللحوم راك تشوف اللحوم ديك الجهه اللحوم البيضاء وبما فيها بعض اللحوم الحمراء اللي فيهم الشا
لان ما حنا كنطالبوا بلا ان ما راه طالبنا المجلس وان شاء الله راه وافق لينا باش غادي يصوب لنا الحوانت ويصوب لنا السوق بما فيه واحد لو سياج واحد الكرياج يكون اونفاسي بدا يشوف شي لشي وتكون واحد يكون له واحد تروا سياج واحد ثلاثه ديال سياج باش اللي يخدم حتى العشيه ان شاء الله يمشي المحل ديالو يتسدوا هذوك لي سياج البيبان غادي يتسجوا يكون واحد الباب من لهيه ويكون واحد الباب من جهه مول من هكا جيتيتو خمال ديك الجهه ويكون واحد الباب جيتو عنيط مورا وعنيط يكونوا الجزاره كيتواجهوا بيناتهم اللحوم الحمراء بوحدها واللحوم البيضاء بوحدها والاحشاء بوحدهم اللي يبغى شي حاجه كيمشي ليها واولا السوق اللي خدمت له شي غادي السوق غادي يبدا يتسد يبدا يتسد والعساس غادي يجي يبدا يجي يجمع هذوك العظام ويجمع هذاك الشيء ديال الاوساخ اللي تيكونوا باش القطط ولا الكلاب الضاله ما يبقاوش يدخلوا لنا للسوق يشكلوا لنا خطر على المواطنين هذا هو اللي كنطالبوا وان شاء الله راه الجماعه راه صدقات ووافقات لنا باش غادي تبني لنا هذا الشيء غير كنطلبوا من الرئيس باش يبطر باش ما تبقاش هذه الاشكاليه هذا هو اللي كاين بالنسبه لهاد القراطي هادو كيف تكون الاشكاليه القراطي وهما هادشي اللي قلت لك هادشي اللي قلت لك الا كان واحد لو سياج يبدا يتسدوا الحوانت ما يبقاش حتى الكلاب ولا هادشي لان ما حاليا القراطي كنخدموا حتى العشيه كنغطيوهم راك تشوف كتشوف كنغطيوهم كنغطيوهم بالميكات وكنغطيوهم بالكارطونه وكنسيكلوهم بالحجر مزيان ريتما نهار السوق اللي كنجيو كنحيدو هذاك الشيء باش غطيناهم باش ما يبقاش لا كلب لا مش يبدا يلحسوهم واولا كنجيو مع الصباح كنغسلوهم مزيان وكنكرطوهم بالمقده كنكرطوهم بالمقده باش تكون نقيه وعاده كندهنو ليهم الشحمه باش كندهنو ليهم الشحمه وتنغسلوهم مزيان وكندهنو ليهم الشحمه هذا هو اللي كاين اما بالنسبه الى كان واحد لو سياج وكان وما كيدخلوا لا كلاب لا مشاش لا حتى شي حاجه اوساخ راه كيبقاو نقيين ولو تا واحد الانسان نساها كتبقى نقيه وهذه النقطه هذه اللي كتشعل فيها العافيه هنايا والعافيه كيشعلوا راه شعلونا راه كتشوف العافيه من هنا العافيه من اللي راه كاين بزاف القرات هذوك بالليل كيشعلوا هذوك الناس اللي كيكونوا ماشي باش يسخنوا بها تيجيو تيهرسوه تيطيحوهم وتيبداو يسخنوا ولكن تيكونوا تا هما الله يهديهم يبداو يتبعدونا على هاد القراطي وهذاك الشيء وراه تيشكلوا لنا مشكل راه كاين اللي كيشري قرطه كيشريها ب 6000 ريال 5000 ريال كيشريها ب 6000 وبالنسبه للفوق راك تشوف الحاله انما هاد لاصيف هاد لافاس راه تابعه لواحد الدوار وهذاك لافاس راه تابع للجامعه البلديه رايت ما الجماعه راه غادي تسلم هاد الحوانت وغادي تصايبهم اللي تيقول لنا الرئيس السيد الرئيس راه قال لك غادي يعوضوهم وغادي يصبغوهم وغادي يصبغوا الحديدات وغادي يعوضوا لنا كاع هذوك العلاقات اللي كيعلقوا فيهم اللحوم بما فيهم راك شتي العلاقات راك كانوا صوبوهم وراك قطعوهم الدراري اللي تيجيو لهنا من غير السوق كيجيو تيقطعوهم ما لقينا اش نقولوا لهم قال هذاك قلنا لهم بلا ان ما خصو يعتاونا بالسوق الاسبوعي ديالنا راه السوق راك تشوفيه ما هو حتى شي حاجه الا كان السوق منظم وكانوا وكان الحديد اللي مايل القياطن اللي يحط السلعه ديالو يدي طوموبيل باركينغ يديروا لهم واحد الباركينغ ويخويو الوسط واللي يحط السلعه ديالو يديه الطوموبيل ديالهم يديها للباركينغ ربما غادي يكون سوق كبير ويكون السوق يبدا يجي كل واحد البراني يجي وصحاب تادلا يجي وصحاب نملة صحاب القصيبة صحاب غرب العلام يجيو الناس من كل جهة يبداو يخدموا لأن ما كاين الناس اللي بغاو يجيو من مناطق أخرى ولأن ما هاد السوق راه من الاستعمار وهو كان معروف سوق كبير سوق الأسبوعي ديال تاكزيرت كان معروف بزاف وزيادة بلا أن الإنسان المواطنين لا كانوا عارفين بلا السوق
راه كاين فين يدور الانسان وكاين فين يبلاصي وكاين فين يحط الطوموبيل ديالو مامنه، راه غادي يجي السوق يتسوق من كل منطقه. اللي مقلدين في كل من هي حاجه، وزياده كما راه نزيد لك بلا انما راه ما كاينينش اللحوم الحمراء ولا ما كاينينش بالزراب لا روبيني ديال الماء هنا. اولا خاصنا واحد الروبيني هنا، كيجيونا البهيم، كيجيونا البهيم من لافاتوار اغري نقايه مزيانين، ولكن كيجيو لهنا كاين واحد كيبغي يغسل الدواور ولا كيبغي يغسل هذوك الكراشي كيكون فيهم بعض لي ديشي، كيبغي يغسل هذوك الدور ما تيلقاش الطل ديال الماء اللي يغسل به. كنضطروا كنمشيو حتى لواحد الروبيني مليه وما كاينش الماء، بعض الخطرات كيكون الزحام والو، كاين اللي كيجيب الماء معاه من الدار ديالو. انا ها اعوذ بالله من قلت انا كنجيب الماء كنجيب الماء باش نغسل به الدويرات ديالي ونقيهم، لان ما حنا هما المسؤولين. اولا حنا هما المسؤولين، حنا هما اللي مقلدين. اما المواطن راه يجي كياخذ اللحم كيمشي بحالته، فهمتي؟ المواطن كيجي كياخذ اللحم كيمشي بحالته، ولكن المسؤوليه راجعه لنا حنا، راجعه لنا حنا. واولا خصنا نعتنيو بها، وراه حنا هازين واحد الثقل، وما المواطن راه كيجي كيدير فينا الثقه كياخذ اللحم. اللحم راه تشوفيه في المنطقه ديال تاكزير اللي بغى الماعز، راه الماعز، راه الماعز صغير. قول النمره ديالك سي، واخا غتكون النمره ديالك. مرحبا، مرحبا بسي عبد الكريم. وقول النمره 06 61 92 10 92. بالمناسبه باش يعرفوا الاخوان، راه لامين ديال لامين ديال الجزار رئيس جمعيه ايت عبدولي للجزارين وامين الجزارين بجماعه قياده تاكزير. المهم هذا الشيء هو اللي لحد الساعه راه الجامعه وافقت لنا باش غادي تعاود السوق، كنطالبوا غير باش تبطر في هذا الشيء. وما كاينش شكون اللي تيخسرنا، لا من الدار الملكي كنعيطوا لهم كيجيو الحمد لله، المصلحه البيطريه كنعيطوا ليها كتجي حتى هي، السيد القائد الله يجازيه بخير حتى هو كيجي، ما كاين حتى شي اشكاليه ما عندنا، ولكن غير التنظيم راه خصو يكون، وخاص التهيئه ديال السوق. التهيئه ديال السوق احنا كنطالبوا بالتهيئه ديال السوق باش يتصاوب، هذا هو اللي كاين. شكرا. وشكرا سي عبد الكريم. كنتشكاو من القضيه ديال المقر ديالنا بالنسبه للتكزير، خصو يتحول، يديروا ليه بلاصه نقيه، يبنيوا ليه، يختاروا ليه شي مكان مناسب، ويديروا ليه السور ويبنيوه ويغطيوه بالباب، وغادي يديروا سيدي يدخلوا الماء لداخل، وغادي يديروا سيدي واحد اربعه د المراحيض، وشي مسجد يكون صغير، الانسان غادي يلحق الظهر العصر خصو يصلي، هذا الشيء خصو يدار، الا ما كاينش هادشي راه ما كاين حتى حاجه. ايوا ينظموا السوق على حقه وطريقه، وهادشي كنا نتمناو حنا من عند المسؤولين، الله يجازيهم بخير وعلى خير. هادشي راه هادشي كامل راه خصنا نساهموا فيه، كل واحد فينا خصو يساهم في هذه القضيه هذه، اللي عنده شي راي يفتيه لينا ونتعاونوا جميع. هذوك القرطات ديال التكزار كيفاش ديروا لهم في الغطاء مثلا هنا في السوق؟ داك الشيء تقليد علينا حنا، كنغطيو ملي كنبغيو نمشيو نساروا بالخدمه كنغطيوهم، وملي كنجيو غير حتى تغسل القرطه عاوتاني تحيد لها سميتو باش الغطاء، وغسل غسل 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 حتى تنقى مزيان، وتديروا الشحمه عاوتاني الشحمه جديده كنبداو بها، وغادي هكا ما كاين حتى شي قرطه ما كتغطاش، كلشي كتغطى. يعني كتنجروها كتحيد داك الشيء اللي بقى؟ ضروري خصها تنجر كامله وتغسل ودير ليها الشحمه من جديد باش داك الشيء يدوز على حق وطريق، وداك الشيء راه تقيد. واش انت غترضى تاكل واحد شي حاجه خايبه؟ راه بحالي بحال المواطن، بحال بحال كاع تناكلوا من هذه القرطه هذه كامل، حتى انا براسي تناكل من هذه القرطه. في العشيه كندير لوليداتي تندي منها، وهذا الشيء اللي كاين. لا لا مزيان تعداك. الامور الله تتمنوا من عند الله سبحانه وتعالى الله يغيثنا. امين. الله يعطينا الشفاء. سقينا من الغيث ديالو ان شاء الله بحول الله. وهذا المليح شحال داير اليوم؟ المليح اخويا 60 درهم. 60 درهم. وقصتي 10 دراهم. بارك الله. مزيان اسي. مع السوق وصافي. على حساب. على حساب السوق، إذا كان السوق عيار غادي تهبط على خاطرك. داك الشيء اللي كاين. ولا كان السوق فالي راه مزيان ليك فيه. هاك. لا لا مليحه السلعه الله يبارك.
مليح اليوم عاد خداش دريتي فرتي في الافراء وباش الشراء مليح اليوم ثاني بزاف اش وخير ربي اللهم بارك انا 40 الف تحب انت دروك لا 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 داكشي يستاهل صراحه شنو مرقد هادو ديال البروج البروج منين شريتي البرادية ولا منين؟ في قبن صالح يا راه كيدخل السلعة ديال البروج تما ها؟ الحرفية دوك راه كيدورو كيشوفو يقدرو يجيبو من تدخل السلعة تما ديال البروج كثيرة انا حنا كنتسوقو كنقلبو على الملاح فين ما كان؟ يجي تا من اسرائيل أقول شحال درتي للثمن اليوم؟ كله بلاكتو ياك اليوم 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 شحال كاين اليوم؟ اليوم 1600 1600 1600 ولا 75؟ كيلو ربع عاتبت معنا صور عاتبت معنا دابا كله وجه راه كاين الحمل غالي 1600 هاك هاك عاتبت معنا اليوم شحال قول لنا كيبيعوا في الحمل 1400 على دار قول لي هنا شحال معاك ياك وبنيت هذا والله ما نقص منه
واعدوش تبارك الله على ولدي والله الى راه اليوم صافي ما عليك وصلت الباب وراك وراك بحال بويتا تما والله ما فوق والو لا راه بحال بويتا بحال بوك اليوم بسم الله وحاول على هذا جوج دراروبيات صحاب راح ايوا قلنا شحال درتي الثمن اليوم انا 1500 هذا الراجل 1500 اه اوكي دار على السوق وهضر على المشاكل كان خاصني اليوم المثل الاعلى ديال غنعلم اييه ضروره الماء شي تريشيين كنوصل 2250 تمام 1500 قول كلام الاخر فيتا سالكا صاحبي راه في البطوار معبره كره ما نجيبهاش معايا ولكن راه نبرعك شو غير دمها باقي كيجري قدامها ماشي زعما تقول شي حاجه واخا محمد وكاش صح لا الصرف انا قدام دابا كيلو وراك كيلو هكاك مازال غادي نزيدو اخي خواتا يكمل العبار ديالو طيح لا 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 مليح اخويا البور ديال اللحم سير لا تخلع ها هو الخويا ما ديرش هاي هي الزبدة هادي ماشي الشحمة الزبدة هاي يا صاحبي هادي تا هي ما معبورة شفابورة هادي شي يبيع وشي يعطي وشي صدقة على والديا مرحبا بالنسبة للتقلية محمد شحال؟ خويا التقلية راه 700 درهم 700 التقلية خويا 700 لحم الراس؟ لحم الراس 60 درهم 12 60 درهم والمليح سنا الحشوه والمليح راه كاين والصغار اه داكشي اللي كاين بحال الحمد ديال الراس 1200 الحشوه والمليح مليح ها واحد نسينا الحاجه من برا 1200 الحاج قول لي اعطيني الحمال زين اللي ناكل انا بتبيع هذه اليوم ها بتبيع حمزة حمزة يلا 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 سبع عليكم السلام عليكم يعني غروض الصحة حمزة جاب كثير مرحبا كيلو علي موحى نعم السلام عليكم قول لنا من بعد الفيديو اللي داز كي كان التواصل ديالك مع الناس ملي شافوا الفيديو والناس اللي شافوا اللي ما شافوش شحال هذا الناس تاعيتهم شكل قال لك المليح بغينا المليح شفت لينا المليح اوكي ايوا دابا انت قلتي الطريقه ما كتصيفطوش نعم ما تصيفطش لا مازال ما صيفطناش شي واحد زعما يعني شي حاجه تجي لنا فيها باش يجي لنا مرحبا به نعطيو داكشي اللي بغا موجود راه حنا كندفع على الشتبو واش قالوا لك الناس ديال
ديال ايميل خيلي تلاقيتي معاه من بعد الفيديو. قال لك سيدي الله يعطيك الصحه، راه مزيان هذاك الشيء اللي درتي، راه عجبنا الحال مزيان مزيان. هذاك السيد هو اللي دار هذاك الشيء، الله عمر هضر. قول لي راه غادي نجيو لعندكم ان شاء الله. وانا بدي ان شاء الله غادي نديروا شي وثائق ان شاء الله. وانا بدي ان شاء الله ان شاء الله نمشيو تنشوفوهم ان شاء الله. مرحبا. واخا سيدي تبارك الله عليك. يلا مشرفين عليك. صافي ساليتي ما بقاش دابا. صلاه وعن النبي. هذا رجعنا عندك. صلاه وعن النبي. يلا مرحبا سيدي. تمنى اللحم الله يجعل البركه صافي. شحال هذا ما صد بحال الطريقة الناس ديال التقلية والشي. تكزير تا الإخوان